ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ عايز اشوف اسعار العربيات من ارض الواقع، اشوف المعارض. في مجموعه معارض كده في شارع الطيران جنب المكتب، فهروح اشوفها. والسؤال هو اروح بالعربيه دي ولا اروح بالعربيه دي؟ اكيد اروح بالعربيه دي. اوكي، مش عايز تدي التاجر اي انطباعات، بالعكس انت عايز تخش عليه بهدوم مقطعه لو امكن كمان. يلا بينا. الكروز مثلا. شيفورلي كروز عندنا عامله 600. لا دي الاي دي ماشي، دي عامله 2200. دي انهي واحده؟ دي البرو. دي البرو 2200. دي سعرها رخص شويه صح؟ تفتكر هينزل تاني؟ ممكن. يعني انت حاسس حين جاهز ممكن يعني تظبطها له، نزله فيها شويه. يعني هي انت كانت ب2.5، نزلت ب2200، كانت ب2.5 وبقت ب2200. ماشي. ودي انهي واحده؟ دي اللي فيها البطاريه الكبيره؟ هي بطاريه واحده. لا، ما انا عارف البطاريه الكبيره انهي بطاريه. اوكي، دي الفرق بس عن اعلى فئه ان البانوراما ما بتفتحش كلها. هنا قصدك تقول هنا فيها ستاره وهنا فيها جزء بيفتح. ودي بكام ودي بكام بقى؟ كل دول زي بعض ما عدا الاي دي 6. الاي دي 6 اغلى شويه. 2,600,000. اوكي، ودي 2,200,000 وممكن فيها كلام. فيها كلام. كام بقى الكلام؟ لا مش عارف بقى، لما حد يكون جاهز شنطه الفلوس معاك هنتفق بقى. يعني تنزل 300 مثلا تاني ولا حاجه؟ تنزلش تاني؟ نزلت من 2.5. طب ما هو لسه الدولار، انت كنت مسعر على الدولار 90، دلوقتي الدولار ب 47. ازاي ده النص؟ ده هو الدولار نزل النص. مثلا السعر بره مش معدي الاثنين. بس كتير 2200، يعني انا شايف اخرها ممكن يبقى تحت الاثنين الصراحه. لو كده ممكن يعني. حد يجي بس. ماشي. 2200، 2200، 2600. ودي اكيد دي اكيد تنزل كمان. طب التوسن بكام؟ دي مش توسن، دي دي كريتا الجديده، دي كريتا اللي بالفيس ليفت اللي زي بتاع توسان. 1,650,000. 1,650,000؟ حرام عليك، دي هندي يا راجل. ودي ما نزلتش؟ دي نزلت على 1,900. كانت 1,900 بقت كام؟ 1,650,000. نزلت 350,000. والانترا 1,700 بقت 1,500. 1,700 بقت 1,500. ثلاثة وعشرين. اوكي، بس كل ده وده ده خليجي. دي 23 ودي دي 23 برضه. كل العربيات دي 23، مش 24. انا نسيت احنا في 24. المرسيدس اللي جوه برضه 23. اوكي، ماشي. شكرا شكرا حبيبي، سلام. ميرسي. وادي الاوكتافيا، اديكوا سمعتوا الاسعار بتاعت الاي دي والكريتا. بس المعرض ده شكله قافل. قافل. دي تلاقي ايه بقى 22 دي ولا ايه؟ هتنزل تاني. نتمنى من الله. هي اللي عمل القلق ده بس حته البرايس ليست بتاع منصور اللي كتب. منصور نزل نص مليون. منصور نزل نص مليون بس في البرايس ليست بتاع ام جي كتب، قال لك كونديشن، قال لك لو الاسعار نزلت لحد 24/6 هيتم تعويض الناس. صح. فبقت الكاستمرز عندهم قناعه ان لا كده فعلا في نزول تاني. صح. بلس ان في موزعين في السوق بيحرقوا اسعار العربيات. ليه؟ السيوله عندهم مضغوطه، عنده التزامات، عايز محتاج فلوس. اوكي. كذا، لان احنا في حاله ركود تاني. فما فيش مشكله ان انا اسيب في عربيه 50,000 او 100,000 عن سعرها الرسمي مقابل ان انا اطلع واتحرك. طيب ماشي، انا بس عايز انا بسجل الحاجات دي عشان الناس تبقى عارفه. اي مشكله؟ اسعار العربيات. يعني حضرتك وهتوري حضرتك. اوكي. طيب السني، السني اللي عامله ازمه للشعب المصري دي انهي فئه؟ الفئه الثانيه اللي هي اعلى فئه؟ دي اوكي، دي دي مش السوبر سالون. دي بكام بقى؟ 750. ده سعر الرسمي. طب حاج مش الرسمي، اقل شويه من الرسمي مش كده؟ مش لا ما تتوتري. ايه ده؟ دي مش هستنى. اوكي، لا ما خلاص مالهاش دعوه بدي، خلاص مالهاش دعوه بالثانية. طيب السي 5 الاموره الفيس ليفت ماشي، دي الفيل ابو زلومه ولا الشاين؟ احنا المفروض عندنا الفئات بتاعتها كلها متاحه من اول الفيل لحد الشاين. الفيل بتبدا من 1,700,000. لحد الشاين عامله 2,600,000.
دي نزلت، دي نزلت جامد، دي نزلت برضو. طب ماشي بالرسمي، لكن انتوا متخيلين الاسعار هتنزل تاني ولا لا؟ اتوقع انه ممكن تنزل شويه. شويه قد ايه بقى؟ يعني مش هيكون مبلغ كبير زي المره دي، المره دي نزل ليه ده لسه ده 400 و500 الناس مسعره كانت على دولار 90 جنيه، فساعتك لما يبقى ب 47 ممكن لحد 200 مثلا تنزل 200,000. لكن المره دي طب الكودياك طبعا دي سعرها لسه في السماء. الكودياك 2,750,000 و2,900,000. مالناش دعوه بالاف بيس. طب تعالي ناخد حاجه ناخد التيجو دي محلي. ها دي الفيس ليفت الجديده دي. ما اعلنوش هم لسه عن تخفيضات اسعار. كومفورت وبرضه بالسعر الرسمي 1,335,000. بس ده ما حصلش تخفيض اسعار عندهم لسه، ما اعلنوش. ما انا عارف. اوكي طيب عندكوش اوكتافيا؟ لان الاوكتافيا هي بالنسبه لنا اهم. هي الاوكتافيا اهي ولا دي مش ليه؟ اوكتافيا دي بالنسبه لي عامله زي ايه؟ لتر اللبن مثلا، عارفه بيتقاس عليها كل حاجه. ايه والكورولا ادي الاوكتافيا الفئه الاوكتافيا برضه بالرسمي. بالرسمي بالرسمي. هو برضه كام بقى الاوكتافيا؟ خبر ابيض. دي تاني فئه، دي تالت فئه. دي امبيشن الطموحات. طيب جراند لاند سعرها نزل برضه. منصور دي نازله، دي نازله نص مليون بالظبط زي الستون بالظبط، نزلت مبلغ كبير. الاوبل كله برضه بالسعر الرسمي. وبرضه منصور كان بيقول ان هو متوقع ان هو تثبيت السعر لغايه مش عارف 24/6 او نص 6، ولو نزل تاني هيبقى في كاش باك، يعني الناس حست ان في ثقه ان ممكن ينزل. طيب دي شفناها خلاص الاير كروس. تعالي ناخد التوسون برضو، هي والتوسون يعني هي والاوكتافيا والكورولا عربيات بتقاس. نعرف الكروس بكام؟ الكليبس كروس دي برضو يعني عليها اوفر بسيط، يعني اوفر اوفر. العربيه دي رهيبه، وكان فيها طاسه هنا، كان فيها صينيه في الموديل اللي فات، بس البرايس بتاعها مش عالي قوي. طب محدش نزل اسعارها لسه جديده ولا التوسون، بس هي برضو لما الدولار اتهبد نزلت شويه. دي بكام بقى؟ شويه وصلت ل 2 مليون الفئة. يا خبر ابيض 2 مليون ودي الام كو كو يعني عملت لها ريفيو العربيه دي، عملت لهم كلهم ريفيو. ايه ده؟ الفئه الثانيه عامله 1,500,000 بالسعر الرسمي، بس دول ما نزلوش اسعار برضو. بمليون ونص، لان هي اسعارها مش مبالغ فيها يعني. لا حرام عليكي، دي صيني. ما مين ام كو؟ صيني زي الجي تور بس. اي بس ليهم سمعه في السوق شويه. طب ناخد العربيه دي، حلوه قوي بس ما بتبيعش خالص طبعا. دي واحد بيشتريها كل سنه مره تقريبا. كله برضه بالرسمي. بالرسمي دي نزلت 300,000 بالظبط. دي عامله 1,450,000 فيل وشاين 1,600,000. مش ناويين يغيروا حكايه الفيل دي؟ عشان انا بسمعها فيل بشوف الفيل على طول. ايه شاين دي كمان ما بتلمعش العربيه. طيب اوكي الكروس لاند. الكروس لاند ايوه رسمي. هو الاوبل كله رسمي. الاوبل كله رسمي وبتبيعه تسليم رسمي. تسليم رسمي بس انتوا كلكم حاسين ان فيها نزله تانية كده. فيها نزله. متنايه كده مظبوط. 300 يعني مليون او تبقى ببلاش خالص. ماشي ماشي خلاص، ميرسي قوي. ثانك يو. احنا بجيب اسعار للناس عشان تبقى عارفه من ارض الواقع. ثانك يو، ميرسي جدا عشان دي مهمه قوي. طيب واخيرا وليس اخيرا الجيلي الجي اكس 3 برو بالابيض. ادي من 950 بتتباع لحد 870 ممكن. 870 كويس. هم برضو اعتقد ابو غالي نزلوا اسعار الفا روميو بس ما نزلوش اسعار بقيه الماركات. يعني اللي انا اعرفه ان الفا روميو نزلوا بتاع 300,000 400,000 يعني ماشي ماشي اوكي. ثانك يو فيري ماتش، ميرسي. طيب المعرض الاخير الشاري تيجو 1,100,000. خدوا بالكم غبور لسه ما قالوش اسعار. ودي السمارت كورولا اللي عامله المشاكل 1,600,000 دي الفئه الثالثه. والتيجوان الشكل القديم 2,300,000 اوكي. وزي ما شفتوا دي كانت لفه على مجموعه المعارض اللي في شارع الطيران. في معارض رفضت ان انا اقول اسعار خالص ومش هقولها نيابه عنهم، لانه اكيد انا كل حاجه بقولها الاسعار دي بتبقى بموافقه المعارض، وما صورتش المعرض نفسه اكيد ولا صورت الافراد اللي اتعاملت معاهم برضو، لكن بصور بس العربيه عشان كده التصوير يمكن كان غريب من نوعه. ولكن
ايه النتيجة؟ اسعار العربيات واضح ان الناس متوقعة والمعارض دي كلها متوقعة ان في نزول تاني، ويمكن اكتر كلمة اثرت هي كلمة منصور لما اعلن ان العربيات بيضمن السعر ده لمدة 24/6 لغاية 24/6 او 15/6 مش متأكد، اعتقد 15/6، وكمان يضمن كاش باك لو اسعار العربيات نزلت. فدي طبعا ادت المؤشر القوي اللي في السوق ان اسعار العربيات متوقع انها تنزل تاني، فده كلام كويس جدا وهو اللي عمل هذه البلبلة. العربيات زي ما شفتوا الأسعار، اتفرجوا تاني عليها، ارجعوا تاني عشان تاخدوا الفكرة عن الأسعار واحدة واحدة. بالنسبة لي المفاجأة الصادمة ان التيجوان كانت ب3.5 مليون وبقت ب2.3 مليون، بس دي التيجوان القديمة، الشيب الجديد نزل خلاص واتفتح عليه الحجز، ولكن زي اي عربية جديدة ممكن تلاقوا بقى مبالغة في الأسعار جدا، ولكن بخلاف الركود الواضح اللي عند المعارض، لان الكل مستني لسه نزول اسعار تاني، ممكن بعد العيد، ممكن يعني لما الدنيا تبان شويه whatever، لكن في 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 عند الناس كلها حتى اللي بيبيعوا الانطباع ان اكيد الاسعار هتنزل تاني. طيب ابو غالي برضو عشان تبقوا عارفين، واحد برضو من اللي انضموا التخفيض الاسعار، انا عرفت ان الجوليا او الفا روميو نزلوا الاسعار برضو، بتتكلم في 300,000 في بعض العربيات، وان كان لسه يمكن الاحسن منهم في التسعير شويه داينامكس، مش عارف لو نفس المواصفه ولا لا، بس في ناس كانت بتقولي ان الكلام ده على السوشيال ميديا يعني كانوا بيتواصلوا معايا. طيب لسه غبور ما اعلنش عن اسعار كل العربيات اللي عنده، اللي هي بقى عندك شانجان، شاري، هيونداي، عربيات مهمة جدا ويعني ليها تقل ومبيعات كبيرة في السوق، فلازم نستنى ونشوف كلامهم. لسه ما اعلنوش اي حاجة عن الاسعار دي ولا اسعارهم هتعمل ايه، وهل هياخدوا نفس الخطوة زي منصور اللي هو يبقى فيها كاش باك يعني، يمكن وياريت برضو ياخدوا نفس الخطوة عشان برضو يفهموا يعني يطمنوا الناس، وممكن يخلقوا على اساسها حركة بيع اللي مستعجل يشتري. بس كده. طيب فاضل حاجة واحدة هنتكلم عليها اللي هي the elephant in the room زي ما بيقولوا، اللي هو ما اتكلمتش عليها لغاية دلوقتي، ان سعر الدولار في البنك زاد بواقع جنيه النهاردة، جنيه وحتى جنيه وربع. هل ده يقلق؟ هل ده ترند؟ اللي انا فاهمه واللي اتقال من ناس كتيره قوي ان اليومين اللي فاتوا دول وقت تسجيل الفيديو 26 مارس عشان الناس اللي بتحاسبني، ان في افراج عن بضائع كبيره جدا كانت في المواني وما افرجش عنها، فافرج عن كميات كبيره جدا، وسعر الدولار عندنا في تعويم زي ما بيقولوا، تعويم مدار managed float، ما هو اتقالوها والناس كلها عارفاها والحكومة اعلنتها ان ده managed float زي ما كل مرة بيعملوا، ولكن شفت ان هو اتحرك شوية ونزل شوية، يعني هو في خلال اليوم بيتحرك وينزل شوية، هنشوف الترند عامل ايه الفترة الجاية، ولكن انا مش شايف انها حاجة تقلق، ومازال التسعير حتى لو كان 47-48 بعيد جدا عن اسعار العربيات اللي كانت متسعره فوق ال 72، لما وصلنا 72 ابتدوا هم يسعروا على ال 90 والارقام دخلت في نطاق الهبل الكامل. ف واضح ان يعني الترند لسه لازم ينزل في اسعار العربيات، وهم نفسهم ك يعني كتجار وكمعارض عربيات متوقعين ان اسعار العربيات ممكن تنزل تاني، انت لو كلمت معاه بجديه شويه ممكن ينزل لك وانت واقف كده لو حس بالجديه وفي كاش، لانه كتير من العربيات اللي انت شفتوها كمان 23 في عربيات ابتدت تتحرق، فمتوقع ان يحصل حركة في السوق بعد العيد، يمكن نشوف حركة جريئة، يعني الموضوع اديكوا شفته من ارض الواقع. اوكي بس كده، سلام.